بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. دائما مع حلقات تعلم الجوجبرا أقترح عليكم هذه الحصة معالجة هذا النوع من التمارين، هذا النوع الذي يحتوي على الجداول. سأحاول في هذه الحلقة إن شاء الله إعطاء جميع المراحل التي عبرها نتمكن من إنشاء أو إنجاز مثل هذه التمارين عبر الجوجبرا. هذا الجدول يمثل بطبيعة الحال كما تلاحظون هنا طول القامة الخاص بأحد الأشخاص عندما كان طفلا. هنا في العمود الأول هنا لدينا لانيسونس، عند الميلاد كان طوله هو 40 سنتيمترا، عندما بلغ 3 أشهر كان طوله 68 مترا إلى 68 سنتيمترا عفوا، ثم عندما كان عمره 6 أشهر إلى آخر. وبعد ذلك سنطرح هذه الأسئلة تحت هذا الجدول. هنا سأقترح عليكم طريقتين لإدراج هذا النوع من التمارين. هنا سأقوم بتصغير للإشارة، فإن هذه الصورة قمت بإدراجها عبر الذهاب إلى إيديتي. هنا لدينا فيشي وبعدها لدينا إيديتي، ويمكننا الضغط هنا انسيغي اون ايماج دوبوي ان فيشي. هنا إدراج صورة انطلاقا من ملف. هنا عندما أضغط على فيشي أحصل على الصورة التي قمت مثلا بتحميلها من الإنترنت، وبعد ذلك قمت بإدراجها. وهذه الصورة سأضعها جانبا، سأضعها هنا حتى أتمكن من نقل هذه المعطيات. هنا سنذهب، الطريقة الأولى التي سأقترح عليكم هي الذهاب إلى إدراج نص من هنا تكست. بعد الضغط على هذه الاختيار سأضغط بعدها في الشاشة الخاصة بالجوجل وتظهر لي هذه النافذة بطبيعة الحال. سنذهب إلى هذه القائمة هنا ثم نضغط على تكست، بعدها سنضغط في شاشة الجوجبرا لتظهر لنا هذه النافذة بطبيعة الحال. سأقوم باستدعاء لوحة المفاتيح الخاصة بي الخاصة بالويندوز ثم أجعلها هنا حتى يتمكن المتتبع من رؤية الأوامر التي سأقوم بكتابتها. هنا سنكتب أونتي سلاش، سأضغط على هذين الزرين يظهر لي هذا الرمز هنا، سأكتب بيجين بداية الجدول، هنا سأكتب begin tabular بين اللمتين، سأكتب tabular بالإنجليزية، وهذا يعني أنني سأقوم بإدراج الجدول. هذا الجدول سيتكون من كم من خانة هنا، لاحظوا معي الخانة الأولى التي سنكتب فيها large دونك العمر، الخانة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ثم السابعة. هنا سأكتب يعني سأقوم بإدراج 7 خانات. هذه الخانات يعني هذه الكتابة سأقوم بكتابتها في مركز كل خلية، هذا الجدول يتكون من خلايا، وأنا سأقوم بالكتابة يعني داخل مركز كل خلية. هنا سأستعمل الحرف سي يعني لو سونتر، وقلت بأنني سأقوم بإدراج 7 خلايا، 1 2 3 4 5 6 7، 3 4 5 6 7. سأعود هنا إلى الأسفل السطر الثاني وأبدأ بكتابة هذه المعطيات الموجودة بداخل الجد. أولا سأكتب أج، وبعدها سأضع لو إي كوميرسيال هنا، سأضغط هنا مباشرة. بعدها لدي نيسونس، ثم أضغط على لو إي كوميرسيال هنا، بعدها سأكتب 3 mois. سأضع بين الثلاثة و لو موا، سأضع مساحة هكذا وأكتب موا، ثم أضع كذلك لو اي كوميرسيال. بعدها لدي 6 أشهر، سيمكنني أن أنسخ هذه الكتابة كنترول سي وأقوم بلصقها بعد ذلك هنا كنترول في، وأغير فقط العدد 3 إلى العدد 6. بعد ذلك سأضيف لو اي كوميرسيال، دونك ليس هنا ولكن بعد الكلمة أشهر، دونك بعد الكلمة لو، ثم بعد ذلك لدينا 9 أشهر، دونك 9 موا، دونك سأعوض 3 ب 9، ثم سأضع لو اي كوميرسيال، وبعد ذلك عندنا أن نو، دونك واحد عام واحد عندما كان عمره عام واحد، وأخيرا لدينا 18 شهرا يعني عندما كان عمره عاما ونصف. بعد ذلك سأعود سأطلب من هذا الجوجبرا العودة إلى السطر، لأجل ذلك يمكنني أن أضغط
بطبيعة الحال مرتين هنا هكذا دو أنتي سلاش. سأعود إلى الأسفل والآن سنكتب المعطيات الموجودة في السطر الثاني من الجدول. دونك أولا لدينا لاطاي قامة لاطاي بطبيعة الحال أون سنتيمتر بالسنتيمتر لو اي كوميرسيال. دونك يعني سننتقل إلى الخلية الثانية. دونك هنا سنكتب العدد 40 ثم كذلك لو اي كوميرسيال. بعدها لدينا 68 ثم لو اي كوميرسيال. بعدها لدينا 72 ثم لو اي كوميرسيال. بعد ذلك لدينا العدد 77 لو اي كوميرسيال ثم العدد 79 لو اي كوميرسيال واخيرا لدينا العدد 84. لا يجب نسيان هذا الرمز. دونك لاطلب من الجوجبرا العوده الى الخط او العوده الى السطر. وبعد ذلك ساقوم باغلاق هذا الجدول. دونك هنا بدات ببيجين تابولار. دونك ساقوم بنسخ هذا الامر هنا ساقوم بنسخه كنترول سي واكتبه هنا كنترول في واقوم بتغيير بيجين الى اند. دونك هنا ساقوم بنهايه وانهاء هذا الامر. دونك لاحظوا الان على ماذا حصلت في الاسفل. دونك حصلت على اج نيسونس 3 موا 6 موا 9 موا 1 نون اي 18 موا. دونك لاج يعني العمر منذ البدايه دونك عند الميلاد نيسونس عندما كان عمره 3 اشهر عندما كان عمره 6 اشهر الى اخره. الان اريد التفريق بين هذه المعطيات بطبيعه الحال كما هو موضح في الجدول. يعني ساقوم بانشاء الخطوط والاعمده. الخطوط يعني الاسطر والاعمده يعني العمودية يعني الخطوط العموديه. دونك هنا ساعود الى هذا الامر هنا وساقوم بالتفريق بين هذه الحروف هنا باستعمال اولا كنترول عفوا الت جي ار المكتوبه هنا في هذا الزر ثم اضغط على هذا الرمز. دونك اولا ثم ساقوم بفعل نفس الشيء بين كل الحرف والحرف الذي يليه. دونك انا احببت ان اقوم بالكتابه امامكم هكذا حتى يظهر للمشاهد ما هي الاوامر وكيف نقوم بكتابتها. واخيرا نعم. دونك لاحظوا معي الان على ماذا حصلت. دونك هنا قمت بالحصول على هذه الاعمده. الان احتاج الى هذه الاسطر يعني الخطوط الافقيه. دونك لكي اقوم بذلك ساعود الى هنا واضغط على انتري وساكتب احد الاوامر هنا. دونك الت جي ار هنا انتي سلاش وساكتب اش لاين. دونك اش لاين يعني المقصود بها خط افقي. دونك هنا اش لاين. دونك ساكتب هذا الامر في هذا المكان حتى اقوم بانشاء السطر الاول. ساقوم بنسخه واكتبه مباشره بعد هذه المعطيات هنا ثم كذلك بعد المعطيات الاخيره التي قمت بادراجها. دونك لاحظوا الان حصلت على هذا الجدول كما هو مبين وساضغط على اوكي. دونك عندما اضغط على اوكي احصل على هذا الجدول الذي امامنا كما تلاحظون. دونك يمكنني نقله الى اي مكان أردت ذلك. دونك هنا سأضغط على هذا الشريط ثم أضغط على الجي نقرا. بطبيعة الحال هنا لدينا بلوتي دونك يمكننا التحكم في لاطاي ديالو الحجم ديال هذا الجدول. يمكننا تكبيره موين أو تصغيره كذلك. يمكننا إعطاء سيمة خاصة لهذه الكتابة دونك بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم أذهب إلى بروبريتي وبعد ذلك تظهر لي هذه النافذة هنا. سأقوم بالتأشير على تكست وهنا يمكنكم تغيير دونك سون سيريف أو سيريف. دونك يمكنكم دونك لاحظوا عندما أقوم بتغيير إلى هذا الأمر تظهر الكتابة بهذه الطريقة. عندما أعيدها ستظهر بهذه الطريقة. طبيعة الحال هنا جي دونك يمكنكم الضغط على جي دونك غا كذلك. دونك ويمكنكم كذلك اختيار الالوان. دونك هنا يمكنكم اختيار لون ديال لا كولور دو لاغيير بلون. دونك هنا خلفيه الجدول وكذلك يمكنكم تركها خلفيه بيضاء.
سنقوم بالاستمرار، دونك ساقوم بمعالجة هذا النص مرة اخرى، دونك ساقوم بالضغط لزر الايمن للفأرة واضغط هذه المرة على edit. دونك عندما اضغط ساحصل دائما على الجدول الخاص بي، واسفله ساقوم بكتابة هذه الأسئلة. دونك لدينا السؤال الاول، ساقوم بكتابة السؤال الاول. لاحظ معي، دونك كيلي لا تاي دو توماس ا 6 ans، دونك ا 6 mois pardon، كيلي السؤال الأول، دونك كيلي لا طاي دو توماس ا 6 mois. السؤال الثاني، دونك دائما هنا يجب العودة إلى السطر عبر هذا الأمر. دونك كيلي لا طاي دو توماس ا 18 mois، دونك يمكننا نسخ هذا النص وإعادة كتابته، دونك كنترول سي ثم كنترول في. كيلي لا طاي دو توماس ا 18 ans، دونك عندما كان عمره 18 شهرا. لاحظوا معي هنا، كو ريبريزونت لو نومبر 72، ماذا يمثل العدد؟ هنا سأضع 3 هنا يجب تعويضها. ماذا يمثل؟ دونك كو ريبريزونت ماذا يمثل العدد 72؟ دونك قلنا ماذا يمثل العدد 72. واخر سؤال، ماذا يمثل العدد 79؟ كو ريبريزونت لو نومبر 79. كنترول سي ثم هنا كنترول في. دونك هنا يمكن تغيير عدد 3 الى عدد 4 حتى نحصل على السؤال الرابع، ويمكننا تغيير كذلك العدد 72 الى العدد 79. وبعد ذلك سنضغط على Entry. لاحظوا الآن حصلت على هذا الجدول متبوع بهذه الأسئلة كما هو مبين في الصورة جانبا، تماما كما تظهر هذه الصورة. Donc le tableau représente la taille de Thomas lorsqu'il était bébé. Donc يمكننا إضافة هذه الجملة في أعلى على الجدول حتى نبين ماذا تمثل هذه المعطيات. يمكنني إضافتها قبل إدراج قبل البداية في إدراج الجدول، سأضغط هنا. دونك لو طابلو الجدول أسفله ريبريزونت لو طابلو ريبريزونت، دونك هنا يمكنني العودة إلى السطر بطبيعة الحال. لو طابلو قلت ريبريزونت يمثل لا تاي طول القامة، لا تاي دو توماس لورسكيل ايتي بيبي، عندما كان طفلا. دونك تماما كما هو مبين في هذه الصورة. دونك لو طابلو ريبريزونت لا تاي دو توماس لورسكيل ايتي بيبي، دونك ها هي هذه الجملة. قمنا بإدراج هذا الجدول وكذلك قمنا بإدراج الأسئلة الموجودة أسفل. دونك هذه الطريقة الأولى. دونك هنا سأقوم ب يمكنني مسح هذه المعطيات تماما، ويمكنني كذلك الاحتفاظ بهذه الأسئلة. دونك سأقوم باحتفاظ هذه الأسئلة حتى لا أقوم بإدراجها مرة أخرى. سأقوم فقط بمسح المعطيات المتواجدة في الجدول. للإشارة فإنه يمكنني تصدير هذا العمل الذي قمت به الآن على شكل PDF. سأذهب إلى فيشيه ثم إكسبورتي. ستظهر لي هذه النافذة، سأختار من بينها Graphic en tant qu'image، PNG هنا أو PS إلى آخره. ستظهر لنا هذه النافذة من جديد، وهنا سنختار دونك من بين هذه القائمة. دونك يمكنكم اختيار صورة على شكل PNG أو على شكل PS أو على شكل SVG. أنا سأختار مثلا هنا بورتابل دوكيمون فورمال يعني PDF. دونك سأضغط على Entry، سأضغط على هذا الخيار عفوا.
يمكنني هنا ترك الوحدة تايفيكس أو باستعمال السنتيمتر، هنا يمكنكم إدخال الوحدة، وكذلك يمكنني الضغط على سوفغاردي بعد ذلك. يعني عندما أضغط على سوفغاردي تظهر لي هذه النافذة، يعني تطلب مني اختيار الملف الذي سأستعمله من أجل حفظ هذا العمل. هنا غادي نسميه c'est un exercice sous forme de tableau، donc غادي نخليها بحال هكذا، وأضغط على سوفغارد. دونك يمكنني الذهاب الى الملف، دونك كما تلاحظون هنا يمكنني الذهاب الى الملف الذي قمت باستعماله لحفظ هذا العمل، وساحصل على هذه الوثيقه. دونك هذه الوثيقه بطبيعه الحال هي على شكل بي دي اف. دونك لو طابلو بريزونت لا طاي دو توماس لوسكي دي تي بي بي. دونك الان يمكنكم بعد يعني قبل تصدير العمل يمكنكم مسح هذه الصوره كذلك، ويمكنكم بعدها اضافه مثلا التنقيط الخاص بهذا العمل، خاص بهذا التمرين مثلا. دونك سنعود الى المرحله الثانيه، الطريقه الثانيه لانتاج. قلت بانني ساقوم بمسح المعطيات المتواجده في هذا الجدول، ساترك فقط هذه الاسئله. دونك اديتي، ثم سامسح كل شيء الا الاسئله. ابتداء من هنا ساقوم بمسح هذا. دونك لاحظوا، دونك ساترك فقط هذه الاسئله. نعم، دونك ساقوم، قلت بالطريقه الثانيه، ساقوم باستعمال لو شون دو سيزي، دونك ساقوم باستدعاء شريط الكتابه. دونك لاحظوا بانه سيظهر هنا في هذا المكان، وبعدها ساقوم بادراج هذه المعطيات على شكل مجموعه. دونك معطيات هذا الجدول، دونك هذه المعطيات ساضعها بين لمتين. دونك ساقوم باستدعاء لوحه المفاتيح من الافضل، ساستدعي لوحه المفاتيح هكذا، وساقوم باستعمال مجموعه، يعني ساكتبها بين لمتين. هنا ساضغط على هذه اللمه، وبعدها سيقوم الجبر باغلاقها اوتوماتيكيا. دونك بين مزدوجتين، دونك هكذا ساقوم بالضغط على بينهما واكتب المعلومه الاولى، المعطى الاول الذي هو اج، العمر الخاص بهذا الطفل. بعد ذلك ساضع فاصله واكتب بنفس الطريقه، دونك بين مزدوجتين اكتب ناسونس، ثم فاصله بين مزدوجتين واكتب 3 mois. دونك دائما لا يجب نسيان المسافه. هنا لاحظوا بانني قمت بارتكاب خطا، دونك سامسح هذه فاصله. دونك بين مزدوجتين ساكتب، دونك هنا يمكنني نسخ كما فعلت سابقا، نسخ هذا الامر، دونك كنترول سي، واضعه بين هاتين المزدوجتين كنترول في، ثم اغير فقط العدد 3 الى العدد 6، دونك ماجيسكول اضغط على 6. بعدها سأضيف فاصلة، ثم أنسخ أو ألصق من جديد كنترول V العمل الذي قمت به، ثم أغير 3 إلى 9، ثم فاصلة، وأخيرا ولا ما قبل الأخير لدينا أنو، دونك عام واحد عندما كان عمره عاما واحدا. واخيرا قلت بانني ساكتب المعلومه الاخيره التي هي 18 شهرا 18 mois. دونك هذه المعطيات تمثل السطر الاول من الجدول. دونك ساضغط على انتري، بعد ذلك سافعل نفس الشيء لاقوم بادراج المعطيات المتواجده في السطر الثاني. المعطى الاول هو لاطاي، المعطى الثاني 40، المعطى الثالث 68،
المعطى الرابع 72، المعطى الخامس 77، ثم 79، وأخيرا لدينا 84. هنا سأكتب بين هاتين المزدوجتين كما هو مكتوب في الجدول باي، باي بالسنتيمتر. الوحدة ديال الطول هي السنتيمتر. ثم أكتب الأعداد، هنا سأضغط وأكتب العدد 40 المعطى الأول، ثم المعطى الثاني 68، المعطى الثالث 72، المعطى الرابع 77، المعطى الخامس 79، وأخيرا كما تلاحظون في الجدول 84. ثم أضغط على أنتري. سأقوم لكي أوضح أكثر، سأقوم هنا بإظهار النافذة المتواجدة على اليسار التي تسمى الجبر، وتلاحظون بأن الجوجبرا هنا قام باستعمال لائحتين، اللائحة الأولى قد سماها الوحيد واللائحة الثانية قد سماها ال. سأقوم باستعمال هاتين اللائحتين عبر استعمال شريط الكتابة وكتابة الأمر التالي. بطبيعة الحال نحتاج إلى جدول، وهذا الجدول يسمى بطبيعة الحال تابلو فرنسية. دونك تابلو، دونك سيطلب مني إدراج اللائحة الأولى، دونك سأقول له بأنها تسمى الواحد، وسيطلب مني اللائحة الثانية، سأعطيه هذه اللائحة، دونك هي اللائحة رقم 2، وأكتفي بهذا الأمر. دونك سأقوم بمسح هذه النقط وأمسح هذه الفصل. تلاحظون مباشرة أن ظهرت هذه المعطيات في الشاشة. دونك سأضغط على أوكي. بعدها يمكنكم، سأقوم بإغلاق لوحة المفاتيح، بعدها يمكنكم نقل هذه المعطيات إلى المكان الذي تريدونه طبيعة الحال. دونك لاحظوا الآن عندما أضغط على هذه المعطيات تظهر لي هذه النافذة هنا، ويمكنني أن أضغط على درا مثلا حتى أقوم بتضخيم حجم الخط، ويمكنني هنا كما تلاحظون لدي الأعمدة ولدي الأسطوانة. هنا سأضغط على الأعمدة أولا، تلاحظون بأنني حصلت على هذه الأعمدة، وبعد ذلك سأضغط على الأسطر، لاحظوا بأنني حصلت على هذه الأسطر. الآن يمكننا سحب هذا الجدول إلى لكي نقربه من الأسئلة، أو العكس، هنا يمكنني أن أسحب الأسئلة لكي أقوم بتقريبها من الجدول. وهكذا يمكننا إدراج معطيات الجدول بطريقتين مختلفتين مثلا. وهنا يمكنكم الضغط بالزر الأيمن للفأرة على بروبريتي، تظهر لكم هذه النافذة، ويمكنكم الذهاب إلى التكست وتختارون من هذه القائمة مثلا الاختيار الثاني، دونك هنا سون سيريف هنا سيريف، حتى تقومون بتغيير طريقة الكتابة بطبيعة الحال. دونك هنا يمكنكم اختيار كذلك، لاحظوا بأن هذه المعطيات غير ممركزة، يعني لا توجد في مركز الخلية، دونك يمكنكم اختيار ذلك عبر هذه القائمة هنا. دونك هنا الجوجبرا قام بكتابته على اليسار، يمكنكم جعلها إلى اليمين. وبالنسبة للسادة الأساتذة الذين يستعملون اللغة العربية يمكنهم كذلك استعمال من اليمين إلى اليسار، أو كذلك كتابتها في المركز، دونك من الأفضل استعمال المركز. دونك هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على المتابعة، وإذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم طرحها عبر التعليقات بطبيعة الحال. إلى فرصة مقبلة بحول الله.